مساء النور عليكم. النهاردة حلقة جديدة مع برنامجنا صحتك مع دكتورة رانيا السيد. يا رب نفيدكم على قد ما نقدر يعني وتكون الموضوعات اللي بنختارها بتعجبكم وبناء على طلب يعني زي ما بيقولوا طلب الجماهير يعني وطلب الناس. النهاردة اخترت الحلقة دي لأن طلبت مني كتير قوي، يعني هي موجودة على الصفحة بتاعتي كذا حلقة نفس يعني نفس نوع المرض، بس الناس عمالة تطلب مني تاني يا دكتورة تاني عشان الناس ما عندهاش الثقافة والوعي ده وفي بيوت بتتخرب. فاخترنا ان احنا بناء على طلب الناس يعني اخترت الموضوع ده بناء على طلبكم انتوا. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم وهو التشنج المهبلي وعلاقته بصعوبة اتمام العلاقة الزوجية. طبعا المصطلح ده في ناس كتير مش عارفاه، وحتى للأسف يعني الناس دي حتى بعض الناس لما بيروح، لان هو مصطلح خاص اكتر بالعضلات، فحتى يعني اللي عندها تشنج مهبلي وفي صعوبة للعلاقة الزوجية حتى لما بتروح لدكتور نسا يعني بالتعود بيشوف الجهاز التناسلي بيلاقيها سليمة، فحتى معظم الدكاترة مش بيوجهوها للمكان اللي تتعالج فيه، فبيفضلوا يعني في المشكلة دي فترات طويلة. انا شفت ناس وصلوا لحد 9 سنين في مشاكل، في ناس لا قدر الله انفصلت بسبب المشكلة دي. هنتكلم يعني ايه الاول تشنج مهبلي. التشنج المهبلي ده، ونركز في الكلام لان كل حاجة مترتبة على اللي بعدها. التشنج المهبلي ده عبارة عن تشنج في عضلات الحوض وعضلات المهبل. يبقى احنا قلنا عضلات الحوض مشدودة وعضلات المهبل مشدودة، يعني الطريق الخارجي مقفول والطريق الداخلي مقفول، فاستحالة يحصل عملية علاج في العلاقة الحميمية، استحالة. تمام؟ طيب ده تعريفه. ايه اسبابه؟ اسبابه نوعين. التشنج المهبلي يا اما حاجه اسمها برايمري، يعني موجود من الاساس، زي هي عضلات الحوض او عضله المهبل البيبوكوكسجياس ماسل، دي عضله زي اي عضله في الجسم. صحيت عندك تقلص في عضلات ظهرك، ليه مش بنكتشفها؟ لان العضله دي ملهاش اي استخدام غير ساعه الجواز، فما بتحسش بالمشكله غير لما البنت يعني بتيجي تتجوز تبدا تحس بالمشكله. ده البرايمري اللي هو بدون سبب، زي اي عضله في الجسم فيها تشنج او تقلص عضلي. النوع الثاني، السبب الثاني اسمه سكندري، يعني نتيجه لسبب ما. ممكن الخوف، سمعت حاجه خوفتها، ممكن هي خايفه، الخوف من غشاء البقاره وهتوجع، الخوف من الالم، الخوف 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 يعمل لها خوف فتعمل انقباض ارادي، بعد كده يتحول لانقباض لا ارادي. ونفهم الناس يعني ايه انقباض ارادي تحول لانقباض لا ارادي. زي واحد عمل عملية في كوعه، تمام؟ عشان تبقى الدنيا سهلة. هو يعني من الخوف من الوجع تاني كوعه. يا ابني افرد كوعك، علشان كده كوعك هيفضل هيبقى فيه انقباض، يقولك لا انا خايف من الوجع او انا خايفة من الوجع. فتيجي بعد العملية تيجي فعلا تلاقي كوعه تيبس وحصل فيه تشنج. كان الاول هو كان بيعمله ارادي، تحول لتشنج لا ارادي. ساعات في ناس بيبقوا مروا بجراحات او حاجات في المكان ده، فساعات بيبقى ده يعمل لهم خوف او بيعمل وجع زياده. ايه تاثيره على العلاقه الحميميه؟ انه هيجي الزوج يعمل عمليه العلاج، هيحس انه في سد حائط، مفيش قناه يا دكتوره للمهبل ادخل فيها اصلا زي ما انتوا بتحكوا، الكلام ده مش موجود. تمام؟ مفيش قناه للمهبل ادخل فيها، الطريق مقفول تماما، سد. كلام الزوج صح، الزوجه يا عيني بتتوجع وبتتألم والجميع حواليها، سواء من الاهل، من الزوج، من الدكاتره اللي بتروح لهم، اللي هم ما عندهمش خلفيه عن التشنج المهبلي او ان في حاجه اسمها تشنج مهبلي. انت بتدلعي، انت منع نفسك، انت مش عارفه ايه، وهي يا عيني البنت فعلا الطريق مقفول، العضله عامله تشنج قافله الطريق، مفيش دخول. فكلام الزوج انا لاقي سد ومش لاقي قناه صح، وكلام الزوجة المسكينة برضو اللي بتقوله صح، يا جماعة انا ما بتدلعش، يا جماعة انا بتوجع، كلامها هي كمان صح، هما الاتنين كلامهم مظبوط والمعاناة اللي بيعانوها صحيحة. ايه هي الاعراض اللي بتحسها الزوجة والاعراض اللي بيحسها الزوج؟
الزوجه بتبدا تحس برعشه أو وجع شديد في عضلات الحوض بتاعتها من فوق، وطبعا بتخاف مع تكرار العلاقة، بتخاف فبتبدا تعمل انقباض زي ما قلنا، ارادي يتحول انقباض لارادي، فتحس بوجع اكتر كل ما الزوج يجي يعمل محاولة. الزوج هيحس بايه؟ الزوج هيحس انه في سد، وفي بعض الاوقات نتيجة للتوتر ممكن يحصل ضعف للانتصاب. احنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن اسباب الضعف الجنسي واسباب ضعف الانتصاب، وقلنا منها التوتر والقلق. فالزوج اللي بتبقى زوجته عندها تشنج مهبلي هو كمان بيعاني من توتر وقلق، فده ممكن يخليه يفقد انتصابه اثناء العلاقه. ايه هي الاخطاء الشائعه؟ انتوا شادين السلك قوي. ايه هي الاخطاء الشائعه في تشخيص وعلاج المرض ده؟ الاخطاء الشائعة طبعا في نتكلم على التشخيص، انه زي ما قلنا انه التشنج المهبلي عبارة عن تشنج في العضلات، ما هياش مشكلة خالص في الجهاز التناسلي. في بعض الاطباء الناس بيبقى عندهم خلفية، لانه زي مش تقصيرا من نوعهم، بس مش عندهم خلفية لان هم دراستهم للجهاز التناسلي، احنا دراستنا للعضلات. ففي ناس عندهم خلفية ان هو الناس الابديتد شوية يقول لك ده تشنج مهبلي، نروح نعمل علاج للعضلات دي. وفي ناس بيبقى عندهم وفي ناس يقولك لا انت دي بتتدلع، لا دي يخلوا الزوج ياخد اجراء عنيف او ياخد موقف منها، وهي بصراحة مش بتتدلع ولا حاجة خلاص. فيلفوا بقى اللفة دي فين وفين. يعني انا بشوف ان صعوبة التشخيص ان احنا نروح لفين المكان اللي بيعالجه. الحمد لله احنا المكان يعني الوحيد المتخصص تقريبا في مصر في علاج المشكلة دي، او في العالم العربي وفي العالم كمان الاسيوي، لان احنا جات لنا حالات من شرق اسيا كتير. تمام. ايه هو الصعوبة كمان، الاخطاء اللي احنا بنعانيها كمان، مش بس كده، حتى علاج المرض فيه اخطاء، في علاج المرض ليه اخطاء لان هما مش فاهمينه. اول حاجة انا جالي من ضمن الكابلز على فكره اللي اتعالجوا مني اطباء، ومنهم كان اطباء نساء على فكره، ومنهم اطباء علاج طبيعي يعني، بس مش متخصصين في الجزئيه دي. فجات لي يعني حتى من ضمن الناس اتعالجت عندي كابلز دكاتره في كل التخصصات. الاخطاء الشائعه نقول نحقن بوتوكس. يا جماعه البوتوكس غلط في علاج التشنج المهبلي، اولا لانه علاج مؤقت، ثانيا من 6 لـ 8 شهور ممنوع يحصل حمل علشان ده مادة سامة، فممكن يحصل تشوهات للجنين. ثالثا بقى مشكلة التشنج المهبلي، وده الاهم، مش هتتحل لان انت حقنت عضلات المهبل وما تقدرش تحقن عضلات الحوض بتاعتها، لان لو حقنك عضلات الحوض هتتشلي، فبيسيب لك عضلات الحوض، فغالبا بعد ما بيعملوا الحقن ما بيجيبوش نتيجة، وما بيحصلش علاقة برضو، يعني بيفضل التشنج المهبلي موجود، وبعد ما حقنوا عيني البوتوكس وتكلفوا قد كده يقولهم اصل لا في تشنج جامد فمحتاجين جلسات. طب ما كان من الاول. الحاجة الرابعة، العضلة لما بيحصلش فيها ده شلل، بتعمل شلل مؤقت، شلل في وقت من الاوقات مع تقدم العمر والحمل والولادة، ممكن حاجة يحصل حاجة اسمها ستريس انكونتيننس، تيجي تكحي تعطس ينزل نقط بول. طيب ايه تاني يقول لك اعمل موسعات. يا جماعه احنا عايزين نعمل ارتخاء للعضله، العضله فيها تقلص لازم اعملها ارتخاء. الموسع حاجه مش جهاز بيعمل ارتخاء، مش حاجه بترخي العضلات، ده كل اللي بيعمله الموسعات ان هي ممكن بس اذا قدرت الزوجه تكسر حاجز الخوف من دخول حاجه داخل المهبل. ايه هي اهم النصايح؟ معلش في حاجه تانية في الاخطاء الشائعه عايزه اقولها للناس. حد يقولك نعملك عمليه توسيع، ان المهبل قنوات المهبل دي ضيقه، دي ميزه بتزود الانتصاب والمتعه عند الزوج وعند الزوجه في المستقبل، وخصوصا لما يتقدموا في السن. العمليه دي هتفقدك الميزه دي، وبرده المشكله هتفضل موجوده مش هتتعالج، لان المشكله زي ما قلنا في تشنج العضلات وليس في الكونتور واسع ولا ضيق. تمام. بيعملوا العمليه وبرده ييجوا يعملوا الجلسات. ايه اهم النصايح اللي احنا بنديها للزوجة وللزوج؟ النصايح المهمة اللي بنديها للزوج، اولا بحب دايما ادي نصيحة الزوج، اولا مراتك ما بتتدلعش، مش ممتنعة، مراتك عندها مشكلة حقيقية اسمها مكتوبة في الكتب العالمية، مرض اسمه الفاجينيزمس او التشنج المهبلي، وما بتتدلعش ومش ممتنعة خالص.
فدورك انك تعمل لها سبورت وتقف جنبها لحد ما تخلص المشكله دي. والمشكله ان شاء الله طالما جينا المكان الصح بتخلص في وقت صغير قوي، 3 ايام وبتخلص، فمش مستاهله الحياه الصعبه اللي انتوا بتعيشوها مع بعض. خلاص. النصيحه الثانيه المهمه اللي بنديها للزوج، طالما عرفنا وتاكدنا انه في تشنج مهبلي، ممنوع ان احنا نحاول نعمل اي علاقه. تمام. ليه ممنوع نحاول نعمل اي علاقه؟ علشان ليه ممنوع نحاول نعمل اي علاقه؟ لانه الزوجه كل ما بتعمل علاقه التشنج المهبلي عمال يزيد. هي بتعمل انقباض ارادي يتحول انقباض لا ارادي. فلو كان التشنج بدأ ب 40 بقى 50 بقى 60 بقى 70 بقى 90 بسبب انه كتر المحاولات بتزود التشنج المهبلي. فونس ما عرفنا وتاكدنا ان في تشنج مهبلي، ما نعملش علاقه عشان كتر ده هيأثر، وهيأثر على الزوج، انت كمان عمال تتوتر وهيحصل لك ضعف في الانتصاب اكتر من مره، يبقى اثر على الاثنين. تكرار العلاقه بيأثر على الزوجه وبيأثر على الزوج. هي التشنج عندها بيزيد لانها بتعمل انقباض ارادي بيتحول الى ارادي، وهو نتيجه للتوتر والقلق والاحساس بالفشل من عدم اتمام العلاقه، الانتصاب بيضعف عنده في بعض الاحيان، والرغبه الجنسيه كمان بتضعف. تمام. ايه طيب احنا قلنا النصايح، ايه العلاج؟ هل يا دكتوره رانيا العلاج ده اكيد مضمون، وما هي نسب الشفاء منه؟ العلاج ان شاء الله مضمون، لان احنا جايبين جهاز من بره عالي الدقه من الاتحاد الاوروبي مخصوص لعلاج التشنج المهبلي والارتخاء المهبلي، وبيقيس بالارقام. احنا عندنا الاجهزه كانت 3 انواع، بالصوت وبحاجه زي رسم القلب كده، واللي بالارقام والفروق بينها الماديه عاليه جدا جدا، ومع ذلك احنا اخترنا اعلى جهاز اللي هو بيقيس بالارقام عشان نوصل لنتائج مضمونه ونتائج عاليه. فان شاء الله باذن الله نسب الشفاء تكاد تكون 100%، بس احنا بنقول 99%، لان في ناس عندهم النصيحه بقى اللي احنا بنقولها للزوجه، في خلي بالك انه في شعره صغيره ما بين الخوف الطبيعي والخوف المرضي، انا ممكن اديكي حقنه بس عارفه فيها الدواء، طب يعني ما تيجي تاخدي حقنه ثانيه تبقي خايفه لان جربتي الم الوجع، بس مش معقول عشان الدواء بيوجع شويه او عشان سن الابره هيوجعك ارفض العلاج وارفض حاجه تدخل جوه قناه المهبل وادخل احول نفسي من مرض عضوي، يبقى عندي مرض عضوي ومرض نفسي، ففي الحاله دي ابقى محتاجه اعمل علاج عضوي وعلاج نفسي. وده بصراحه انا ما شفتوش غير في 1% من الحالات، 99% الحمد لله من الحالات شفاء تام. وطبعا بنبقى متاكدين لان زي ما قلنا الجهاز بيقيس درجه الانقباض ودرجه الارتخاء وبنبقى متاكدين. طيب ايه هي بقى يا دكتوره رانيا طرق العلاج الصح؟ اتكلمنا عن كل الاخطاء واللفه الكبيره اللي بيلفوها الناس. طرق العلاج الصح بنعمل هم 3 زيارات مش اكتر، بنعمل فيهم جلستين في اليوم، جلسة في الأول بنعمل ارتخاء لعضلات المهبل، وبعدين الجلسة ببدأ الأول بعضلات الحوض، لازم أرخي عضلات الحوض، ما ينفعش ندخل المهبل في حالة تشنج مهبلي، وده كل الخطأ يا عيني حتى اللي بيعانوا منه البنات دي في الكشوفات. احنا حتى في الكشف ما بندخلش أي أجهزة، يعني الكشف بدون دخول أي أجهزة بالتقييم بيبقى للعضلات من بره كده من غير ما ندخل أجهزة، لأنها يا عيني بتبقى مش مستحملة وبتبقى متألمة بجد وما بتمثلش ولا بتتدلع، علشان انا باكد على كده عشان يعني البنت دي بتقع لضغط والظلم شديد جدا، وده كله خارج عن ارادتها وغصب عنها. طرق العلاج الصحيحة زي ما قلنا لازم نرخي الحوض عشان نقدر ندخل المهبل. انا نفسي حتى في التقييم وفي الكشف ما بدخلش الجهاز، بدخله بعد ما ارخي عضلات الحوض. اول جلسة بيبقى فيه عندنا فيها اكتر من هدف، الهدف الاولاني نطمن ان الجهاز البروب اللي هي دي جلسه المهبل، ان البروب عدى العضله اللي فيها التشنج وكده نبقى نجحنا، وان هي يحصل لها حاجه اسمها سايكولوجيكال اشورنس تطمن انه تطمن في حاجه دخلت جوه وما متش وما حصليش حاجه، فده بيبقى نوع يعني كانه علاج نفسي غير مباشر. المخ بيوصل له، عارفين الماجستير والدكتورات في الحلقات بتاعتي قلت لكم في المخ والاعصاب، المخ بيوصل له رساله انه في حاجه دخلت جوه وانا كويسه وما متش وانا زي الفل اهو، فده بيساعدها. الحاجه الثالثه ان انا اشوف اي رقمين على الجهاز يقولوا لي انه في انقباض وفي انبساط، لانه اكيد انه كان في انقباض على طول وما كانش فيه انبساط لانه ما كانش بيحصل علاقه. تمام. وفي ناس بيحصل ممكن دخول مره او 2
يعني وبصعوبه شديده جدا، والزوجه بتتالم، دي لو واحده حموله قوي وبرده بتحتاج لنفس العلاج، بس بتختلف هنا درجه التشنج. عندنا تشنج متوسط وعندنا خفيف وعندنا شديد، وده بنعرفه بالارقام اللي بتبان على الجهاز. الجلسه الثانيه بنعمل فيها نفس الكلام، جلسه على الحوض وجلسه على المهبل. الجلسه الثالثه بنوصل فيها الرقم معين اللي هو بنوصل فيها لاعلى درجات الارتخاء للمهبل وللحوض، وكل ده بيبقى ظاهر لنا على الجهاز. وبنعلم الزوج والزوجة الوضع اللي يحصل منه العلاقة، لان الوضع التقليدي ما بينفعش اصلا في التشنج المهبلي. لازم في وضع معين يحصل منه العلاقة بنعلمه لهم، وبنعلمهم ايام التبويض وكيفية حدوث العلاقة في ايام التبويض. مش زي الموبايل ابليكيشن اللي بتنزل، الموضوع مش سهل كده، والا كل الناس كانت حملت بالموبايل ابليكيشن. بنعلمهم الطريقة وكيفية حدوث العلاقة وعدد مرات حدوث العلاقة في فترة التبويض بتحصل ازاي، عشان ان شاء الله نسهل ان يحصل حمل ونعوض الفترة اللي فاتتنا. السؤال اللي فاضل المهم، هل الزوج في حالات التشنج المهبلي بيحتاج لعلاج، وايه هي المشكلة اللي عنده وايه هو العلاج؟ في واقع الامر لقينا انه مع تكرار التجارب والشغل اللي عملناه، لقينا انه في بعض الاحيان ساعات الزوجة بتتعالج والزوج يفضل عنده مشكلة، انه هو نتيجة للتوتر اللي حصل له بدأ بيفقد انتصابه كتير اثناء العلاقة. خلينا نشرح الانتصاب الطبيعي بيحصل ازاي، ونقول هنعالج الزوج ده بسرعة ازاي في 3 ايام وتخلص المشكلة. بعض الازواج بيعانوا من ضعف في الانتصاب نتيجة للتوتر اللي حصل، وده شيء طبيعي ومتوقع، مش عيب فيه، لكن هو التوتر اللي حصل بدأ يأثر على الانتصاب بتاعه. اولا الانتصاب الطبيعي بيحصل ازاي، لان هو العلاج متوقف على طريقة الانتصاب الطبيعي. الانتصاب الطبيعي بيحصل ازاي، اول حاجة في مادة اسمها نيتريك اوكسايد. النيتريك اوكسايد دي لما بتزيد جوه الغشاء الخلوي بيزيد دخول الكالسيوم قوي جوه الخلية، فبيحصل لها حاجة اسمها هايبر بولاريزيشن، بينتج عنه مادة اسمها كالسيوم تشانل بلوكر. دي بتعمل تمدد في الأوعية الدموية وتدخل دم كتير. ايه اللي احنا بنحقنه، العلاج اللي احنا بنقدمه، العلاج اللي بنقدمه للزوج بنعمل ايه؟ بنزود احنا قلنا مادة النيتريك اوكسايد، عندنا جهاز جاي من امريكا مخصوص علشان نزود بيه النيتريك اوكسايد ده، هو شغلته يزود النيتريك اوكسايد. بنعمل الجلسة دي، بيعمل جلستين في اليوم 3 ايام، جلسة بالجهاز اللي بيزود النيتريك اوكسايد، فاضل الكالسيوم تشانل بلوكر اللي هتعمل تمدد في الاوعية الدموية. بنحقن ما بنحقنش العضو نفسه، بنحقن الماده دي جوه الجهاز. الجهاز ده اسمه ايونتوفوريزس، الجهاز ده جهاز امريكي بنحقن جواه الدواء اللي هو عباره زي ما قلنا على كالسيوم تشانل بلوكر ده، بنحقنه جوه بنحقن الماده دي جوه الجهاز، وبنحط الجهاز بنحط الدواء ده عن طريق الجهاز بندخله للعضو الذكري، وبالتالي بتزيد عنده الدوره الدمويه، وبتروح مشكله ضعف الانتصاب خالص. والموضوع بيحتاج هم 3 ايام برده وجلستين في اليوم، وخلصت المشكله بتاعتها وخلصت المشكله بتاعته في 3 ايام، خلصنا كل المشاكل. ما بيبقاش، وبنقيس على فكرة بعد كده هو كمان الزوج، بنقيس قوة الدورة الدموية عنده بجهاز بيقيس قوة الدورة الدموية، وبنتأكد ان هو تمام، هو كمان بقى تمام وبقى الانتصاب عنده كويس جدا. وان شاء الله بتحصل خلاص العلاقة الزوجية ان شاء الله بإذن الله. اذا بقى ان شاء الله يا رب ما ندخلش في العلاج النفسي، يعني مش هتوش غير في 1% من الحالات، لكن 99% يعني فعلا بيوصلوا للعلاج وبتنجح العلاقة. نتمنى حياة سعيدة لكل الناس ولكل المتزوجين، ونتمنى عليكم ربنا يديم عليكم نعمة السعادة، ويا رب أشوفكم في حلقات جديدة كتيرة في برنامج صحتك مع دكتورة رانيا.